السلام عليكم، سميتي شيماء الحمداني. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا. الحالة الزوج ديالي راه لا يرثى لها، راه ما نكذبش عليكم تقهرت عام دابا وحنايا في هاد الشهادة ديال الدواء، ومازال الله يستر ما عرفناش شنو كاين. الله يرحم لكم الوالدين اللي قدر يتساعد معانا، راه ربي اللي عالم بينا. راه الماكلة والله ما كناكلوها، والله ما كنشبعوا في كرشنا. ماشي مهم، بغيت غير راجلي يتشافى. اللي يقدر يتعاون معايا، راه مصاريف ديال الدواء كتيره، اللي قدر على شي حاجه اللي قدروا الله، واللي ما قدرش يقدر يبارطاجي لي يوصل صوتي. انا بغيت صوتي بعدا يوصل لمحمد السادس نصره الله، بغيت يوصل له الصوت ديالي، حيت شحال قدني نبقى هكا. راه الراجل اللي يخدم عليا وعلى ولادي راه غيبقى هكا من ذوي الاحتياجات الخاصه، جالس ما كينوض ما كيشرب ما كيصرف عليا ما حتى حاجه. يعني راه شنو هو، راه لدرجه انه بغى يطلقني، قال لي طلقك وسيري صافي خليني هكا. ولكن انا راني ماشي بنت الحرام، ما نقدرش نطلق منه. وان شاء الله كان الحمد لله عندي امل بان ربي كبير، وكنتفائل وكنخليه ديما يتفائل مع ربي كبير. الله يرحم لكم الوالد اللي في قلبه ذرة الايمان. راه الربعة دريال راه بنادم عنده يشريها غير شيبس، انا راني والله ما كنلقاها نشريها حتى خبزه ولا دواء لراجلي. ولا بالنسبه للوليدات ديالكم فين خليتوهم؟ الوليدات ديالي مخلياهم دابا غير عند المراه. بنتي كنخليها عند المراه من السيمانه للسيمانه، كنمشي كنعطيها، خصني نعطيها 100 درهم. ولدي كنجيبو معايا، عندي وليد عنده عام ونص مازال صغير، عندو ليكوش، عندو الحليب، عندو مصاريف ما كنلقاش. اقسم بالله من الصباح وانا جالسه كندور في الزنقه مول الحانوت ما بغاش يعطيني، كيسني اللي درت كيقول لي الخرط الشهر هذا ما عنديش كي ندير. ما نكذبش عليكم، بس فراشي كامل هانتوما كتشوفوا الحاله ديال البيت كي داير، لا اله الا الله. جدي صافي هذا، ما نكذبش عليكم. اللي قدر يتعاون معايا الله يرحم لكم الوالدين، انا كنطالبكم كنس بكاع المحسنين وجلالة الملك اللي شافوا هاد الفيديو بارطاجيوه، بغيت يوصل بزاف. لحق صافي تقهرت، ما بقيت قادره. راه اللي غيخلص عليا الكرا واللي غيخلص عليا الماكله والشراب راه جالس في الخدمه، وانا راه ما غاديش نمشي نخدم. لحق راه كلشي كيطلبني للاستغلال. دابا كنحط بوستات في الفيسبوك كيدخلوا عندي للاستغلال، كيقولوا لي نصيفطوا لك مليون جوج المليون ولكن بالاستغلال. انا لا، انا ما بغيتش، انا بغيت شي حاجه حلال حلال اللي نوكل بها ولادي ونداوي بها راجلي. من بعد ما قال لك راجلك راه بغى يطلقك، شنو اللي خلاك انك ما تطلقيش من الراجل؟ ما بغيتش نضيع ولادي، ما بغيتش بزاف د الحوايج. اصلا مجوجين على حب، يعني ماشي مجوجين على شي حاجه، نجوج بيه راه بصحته. يعني فاش غادي مرضى غادي نخليه؟ ما غادي ما ما انا ما فهمتش هو اصلا علاش قالها، ما فهمتش. لا اله الا الله، انا فهمتو ولكن ما غاديش نطلقو واخا ناكلو غير الما. الله يجعلني ما نعيش معاه غير في خربه.
مول البيت يقول لي غنجري عليكم ما كيسالني 5 شهور، الله يجعلني ما نعيش غير في الزنقه، ماشي سوق ما ماشي سوقي المهم انا هاد ولد الناس راه ما غاديش نخليه، واللي بغي اللي في قلبه ضرة الإحماء راه كنا خوت راه ما غنتيو معانا والو في هاد الدنيا، راها ثانية ما غنتيو معانا والو، اللي قدر تساعد معانا هانتوما شتو الحالة بعينيكم. ولا ما قدرت السلام عليكم. الاسم ديالي مجد الشعيبي، السن 39 سنة. كان مرض ليا صباعي، مشيت كنلقي غير مقص الضفار من الجنب وكنت قصو وتجرح ليا، من بعد بقيت هاكاك ما قلت ماشي شي حاجة مشكلة زعما، ولا بقيت كنتمشى بيه قصنا ليه الماء. من بعد الصباع ديالي عمر دار ليا انفكسيون من الداخل، ملي دار لي انفكسيون من الداخل بقات يعطيني الصداع، بديت مشيت عند دكتور عام في الاول دوز، قال لي سير شو مع الطبيب ديال التروماتو. ملي مشيت عند التروماتو قال لي خصك ديال الشرايين، فاش قلبو لقاو مشكل من العروق هنايا يعني مع اليزيدي، قلب لي صبعي هذيك في الاول، حيدوا لي الصبع الكبير، قال لي العظم باين خصنا نحيدوا الصبع، حيد لي الصبع. قصت في الدار الحرق مازال نعس لا ليل لا نهار، لا ليل لا نهار، غير ما زيد فيا داك الحرق. وليت لعندو قلت له راه حرق انا ما فياش، قال لي سير خذ هاد الدواء وارتاح. صافي خديت الدواء، راك عارفكم عارفين الطاو ديال محمد الخامس، يا هذيك دوزت واحد 15 يوم رجليا كحالت كلها. وليت عندو قلنا له شنو هاد المشكل هذا، قال لي انا المشكل ديالك، قال لي انا ما فهمتوش، ودابا غادي نعطيوك برا وغادي تمشي للشيخ زايد. مشيت للشيخ زايد قلبوني، مشيت نيشان شدوني هذيك، قالوا لي راه العروق ديالك راه مبوشين، واش نقطو ما قالنا دابا راه حطوا شيك على بياض، وانا ما عندي شي واحد محسنه مسكينه اللي تكلفات. حطيت داك الشيك على بياض، دخلوني هي هذيك، هزوا لي عرق من هاد الرجل هادي اللي صحيحه، وحلوني من كرشي من لهنا ومن لهنا، وركبوا لي عرق من لهنا في فخذي ومن لهنايا هو في رجلي هنايا. هي هذيك كناخد دوايات وكناخد، هي هذيك ما كان نعس لا ليل لا نهار. قست عندهم 10 ايام وانا تما يحيدوا لي المشطه ديال رجلي، ومؤخرا درت انكيوطاج، كيطلعوا لي راه بحال لابو نوار، كيطلع لي بحال لا غونغرين. وليت عندهم قال لي راه خصها هادشي يتكرر، ومؤخرا كررت وكناخد دوايات والكراهه ما نكذبش عليكم، وعندي الولاد والمسؤوليه، والله العظيم الا تغلبت اللي قد يتعاون معايا يتعاون معايا، اللي ما قدش يتعاون معايا غير بدعوة الخير. هادشي اللي كاين، والله يجازيكم بخير. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.